مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى نشره اخبار ثقافه من قناه عمان الثقافيه، والبدايه مع ابرز العناوين. مجلس امناء المتحف الوطني يعقد اجتماعه 12 بمقر المتحف. سلطنة عمان تختتم مشاركتها في أعمال الاجتماع العالمي للتعليم الذي نظمته اليونسكو. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تكشف عن انطلاق النسخة الأولى من فعالية رنين الفن في مدينة مطرح. أهلا وسهلا بكم إلى التفاصيل. عقد مجلس أمناء المتحف الوطني في اجتماعه 12 الذي عقد بمقر المتحف، واستعرض عددا من الموضوعات من أبرزها التقرير النصف السنوي للمتحف للعام 2024 والخطة السنوية للمتحف للعام 2025. ناقش مجلس الأمناء خلال الاجتماع خطط وبرامج العمل بالعلاقة الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي، واسترجاع عدد من المقتنيات والشواهد الأثرية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة. ترأس الاجتماع معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة رئيس مجلس أمناء المتحف. اختتمت سلطنة عمان مشاركتها في أعمال الاجتماع العالمي للتعليم الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في مدينة فورتاليزا بالبرازيل، وشهد الاجتماع مشاركة وفود من وزارات التعليم بالدول الأعضاء وممثلي الوكالات والهيئات التابعة للأمم المتحدة التي تعنى بالتعليم، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني. وناقش الاجتماع التقدم المحرز للدول الأعضاء نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف المعني بالتعليم، وتعزيز المشاركة والالتزام بالنهوض بالتعليم، والاتفاق على مجموعة من الاستراتيجيات لزيادة الاستثمار فيه، وتوسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة لقطاع التعليم. وقد خرج الاجتماع بإعلان فورتاليزا الذي أكد على أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ومن واجبات الحكومات حمايته وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع على النحو المنصوص عليه في هدف التنمية المستدامة الرابع. كشفت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن انطلاق النسخة الأولى من فعالية رنين الفن التي تمزج مدينة مطرح التاريخية بالفن المعاصر ضمن فعاليات فن مسقط بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. تأتي فعالية رنين الفن احتفاء بأعمال جديدة لفنانين عمانيين ودوليين بارزين تعرض داخل البيوت التاريخية في مطرح وأزقتها، لتعكس بطرق معاصرة التراث الثقافي للمدينة وأهميتها في التاريخ التجاري العماني، وتعيد إحياء مواقعها العريقة عبر الفنون البصرية والسمعية. وستقام الفعالية في الفترة من 21 إلى 30 من نوفمبر المقبل، وتنقسم إلى جانب فني بالإضافة إلى 3 مقطوعات موسيقية يؤديها عازفون منفردون وفرقة التخت الشرقي، إلى جانب 2 لفرقة الموسيقى للفولكلور العماني. وتم اختيار مطرح لموقعها التاريخي والحضاري العريق، وقد اختير اسم رنين الفن ليعكس الصدى الحضاري لمطرح. يقيم مركز بومبيدو في مدينة ملقا الإسبانية معرضاً حول علاقة الإنسان بالطبيعة التي تأثرت سلباً نتيجة الحروب والإنتاج الصناعي.
تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع سنتعرف عليها وإياكم بعد قليل. أهلا بكم مرة أخرى. احتفل بتتويج الفائزين في النسخة الرابعة من مسابقة نمط للمدارس الحكومية، وشارك في المسابقة هذا العام 164 مدرسة على مستوى سلطنة عمان تنافست على إيجاد أفكار للحفاظ على البيئة. رعى الحفل معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. مسابقة نمط للمدارس والتي تنظمها جمعية البيئة العمانية بدعم من شركة فوليا عمان وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم استقطبت المسابقة في النسخة الرابعة 164 مدرسة على مستوى سلطنة عمان لتتأهل 144 مدرسة وحازت ثلاث منها على المراكز الأولى لمشاريعها المجيدة في مجال الاستدامة بعد عملية تقييم شاملة تكونت من ثلاث مراحل، بينما حققت ثلاث مدارس جوائز تقديرية. هذه المسابقة طبعا هي كونها تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 فيما يتعلق بالاستدامة البيئية وكذلك أهداف التنمية المستدامة لها تأثير إيجابي، لأنه نحن يعني نشجع رواد المستقبل شبابنا من طلبة وطالبات لتفعيل هذه الأشياء اللي ممكن تخفض الانبعاثات أو تحمي البيئة في مختلف المحاور. المدرسة مشاركة في ثلاث محاور أساسية في مسابقة نمط، وهو جميل جدا يعني مشاركة ذوي الإعاقة السمعية في مثل هذه المسابقات بحيث ندمجهم، أحد الطرق في دمجهم في المجتمع وإبرازهم بنتائج وابتكارات ممكن أن إن شاء الله تتبناها في المرحلات القادمة. المشاريع الطلابية تنوعت في إيجاد سياسة داخلية واضحة عن البيئة والاستدامة وتنقية المياه الرمادية بتصفية الصخور الحيوية واستخدامها لري المشتل، بالإضافة إلى ابتكار اعتمد على تجميع المياه الرمادية في خزانات أرضية واستخدامها لري المزروعات واستغلال قوة ضغط الماء المنحدر من الخزان العلوي بالمدرسة وتحويلها إلى طاقة كهربائية لعدة استخدامات. فكرة المشروع استوحيناها بعد عدة تجمعات مع أولياء الأمور، مع الأساتذة، مع أيضا مسؤولين المختبر، فنحن لقينا أنه خزانات المياه فيها ضغط ودفع للماء، فاستوحينا أنه ليش ما نسوي توربين يولد لنا الطاقة. فكرة التوربين ان لما ينزل الماء يولد ضخ عالي اثر الضغط راح يدور التوربين، اثر دوران التوربين راح يولد كهرباء، ومن قوه الدوران تنتج قوه كهربائيه. هذا الروم نستغلها احنا في اضاءه الفصول وتشغيل المراوح وتشغيل الشاشات التعليميه كذلك. مسابقة نمط تساهم في تطبيق الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة حول التربية من أجل التنمية المستدامة، كما ستستمر شركة فوليا عمان في تقديم الدعم وتعزيز قطاع النفايات والمياه وكفاءة الطاقة من خلال هذه المسابقة في النسخة الخامسة القادمة.
تأتي مسابقة نمط لطلبة المدارس الحكومية من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر لتشجيع هؤلاء الطلبة على تشكيل فرق لابتكار مشاريع بيئية تعالج تحديات الاستدامة الرئيسة بما في ذلك إدارة النفايات والمياه والطاقة. عبد الله بن صالح الريسي، مسقط. كشفت بعثة مشروع التاريخ الطويل لواحة خيبر عن موقع أثري في المملكة العربية السعودية يعود إلى العصر البرونزي يدعى النطاط، إذ يعتبر الأول من نوعه الذي يتيح فحص خصائص مستوطنة قديمة في شمال غرب الجزيرة العربية على نطاق واسع. وأظهرت الحفريات أن بلدة النطاط التي يعود تاريخها إلى ما بين 2400 و1500 عام، وتضمنت منطقة مركزية وأخرى سكنية محاطة بسور دفاعي، كما ضمت البلدة مقبرة تبرز فيها ممارسات دفن تشير إلى تفاوت اجتماعي بسيط. ويقدر الباحثون عدد سكان البلدة بنحو 500 شخص، حيث تتمتع بتصميم وتنظيم مشابه لمواقع أثرية أخرى من العصر نفسه في شمال الجزيرة العربية، ولكنها أقل تعقيدا اجتماعيا وسياسيا من المواقع المعاصرة لها في بلاد الشام وبلاد الرافدين. وتعتبر نتائج الدراسة الخاصة بهذا الكشف الأثري إشارة إلى مرحلة انتقالية تعرف بالتحضر المنخفض، حيث كانت الجزيرة العربية خلال العصر البرونزي المبكر والمتوسط موطنا لعدد من البلدات الصغيرة المحصنة. يقيم مركز بومبيدو في مدينة ملقا الإسبانية معرضا حول علاقة الإنسان بالطبيعة التي تأثرت سلبا نتيجة الحروب والإنتاج الصناعي والتدخل اللامسؤول بشؤونها بعنوان الانتماء إلى المكان. يستمر المعرض حتى مارس القادم، يشارك فيه نحو 25 فنانا من بلدان مختلفة منها فلسطين. يتناول الفنانون في مركز بومبيدو في ملقا قضية الإفراط في الإنتاج الصناعي وتسليع البشر تجريدا لهم من قوتهم الرمزية والروحية، خدمة للمعايير الاقتصادية والسياسية المؤدية إلى الخضوع لأنظمة الإنتاج الصناعي والتكنولوجي المضرة بأجسادنا وعواطفنا. ويتناول الفنان الفلسطيني جواد المالحي في عمله معايير عدم اليقين 14، وهي سلسلة أعمال تعتمد تقنية التصوير الفوتوغرافي والفيديوهات استعراضا لحالة العيش غير المضمونة في المخيمات الفلسطينية حيث ولد المالحي وعاش هناك. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم إلى ختام أخبار الثقافة، ونترككم مع مقتطفات كرنفال الهالوين السنوي في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية. نشكر متابعتكم وتقبلوا تحيات طاقم العمل، وإلى اللقاء.